انطلاق المرحلة الأخيرة من مسابقة رالي العلوم الخاصة بالمواد العلمية بحضور وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح وعدد من العاملين في المجال التربوي. ويشارك في المسابقة ممثلون عن 9 ولايات بعد نجاحهم في التصفيات الجهوية المؤهلة للنهائيات. كنا منظمين المرحلة النهائية لرالي العلوم لنيل جائزة رئيس الجمهورية اللي مشاركة فيها 9 ولايات من الوطن، وهما كالتالي: القطب الشرقي العصابة، القطب الجنوبي فيه قرقل والترارزة وقديماغة، والقطب الشمالي فيه نواذيبو وادراء وتيرس، ونواكشوط الشمالية ونواكشوط الغربية. المشاركون في المسابقة عبروا عن ارتياحهم للظروف التي جرت فيها، مؤكدين أنها تشجع على الاهتمام بالمواد العلمية. امتحان زين، مشاركين منه ترازيم كيف العصابة. امتحان زين، يشجع على الرياضيات والعلوم زين، ما عندنا عنه إشكاليات زين حتى. ما شاء الله الامتحان كانت ظروفه زينة، ما فاتك على خال كامل فات خال لا بدايته، غير ما شاء الله كانت ظروفه زينة وكانت مولي طريقة النظام ما شاء الله ما مشقر عليه شيء، والفاتر بعد ما شاء الله زين. ويتنافس في هذه المرحلة من المسابقة 36 تلميذا، 27 منهم من الولايات الداخلية، موزعين على 12 مجموعة، وذلك لصالح الثوالث والخوامس والسوادس من المرحلة الثانوية. وكانت المرحلة الأولى من مسابقة رالي العلوم لنيل جائزة الرئيس في المواد العلمية قد انطلقت مؤخرا بمشاركة قرابة 3000 متسابق. ويمتحن أغلب المتسابقين في مواد الرياضيات والفيزياء والعلوم، فيما يستثنى من ذلك مستوى السنة الثالثة الإعدادية الذي يقتصر على الرياضيات فقط.